إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة يجب عليه أن يطهر المكان. بماذا يطهر المكان؟ بالماء. التطهير بالماء واضح. الثاني التطهير بالمناديل أو الأحجار أو الأخشاب مثلا. Ou bien nettoyer avec toilette paper, ou bien tissu, ou bien feuille, ou bien pied de bois. هذا المناديل أو الأخشاب أو الحجارة لابد فيها من شروط. Pour servir ça, les éléments que nous nommons tissu, toilette paper, pied de bois, feuille, il y en a condition. أن تكون طاهرة لا نجسة. يعني لا يصح أن يأخذ منديل استعمله إنسان في الطهارة في التنظيف. Pour nettoyer, parce que nettoyons les dents finies par se lever. N'importe où nous sommes partis, pour nettoyons les dents finies par se lever. Nous pas venir nous servir avant de s'affaire. Et condition, il besoin de quelque chose qui propre. لا تكون محترمة يعني ما يمكن كتب الحديث كتب التفسير القرآن يأخذ الأوراق وينظف بها المكان. ولا تكون طعام يعني ما يمكن يأخذ خبز أو لحم أو عظام وينظف بها. حتى طعام الحيوانات لا يستخدم مثل البرسيم مثلا. نعم. أقل شيء يستخدم ثلاثة مناديل أو ثلاثة أحجار، هذا أقل شيء. إلا إذا كان مثلا الحجر كبير يستطيع يمسح مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا ممكن، أما يمسح إذا مسح الآن مرة واحدة هكذا أصبح المنديل الآن نجس لا يستطيع يمسح الثاني يأخذ منديل آخر. كيف يعرف أنه حصل النقاء أو النظافة؟ كيف يعرف؟ يرجع المنديل جاف ليس في أثر لا بول ولا غائط لا لون ولا سائل. إذا رجع المنديل فيه أثر لابد يزيد الرابعة الخامسة السادسة حتى ينتهي. إذا انتهى مثلا على ستة مناديل أو ستة أحجار السنة أن يضيف واحدة حتى يكون عدد فردي لا زوجي. نعم. لا يمس ذكر بيمينه.